كل ما بيزيد العمر كل ما بيزيد الخوف والقلق عند الراجل على قدرته الجنسية، وبيشغل باله قوي أداؤه الجنسي وهل هيفضل أداؤه بنفس المستوى ولا لا، وإيه هو السن اللي هيوصل عنده يبقى عنده ضعف جنسي أو عجز جنسي، هل فعلا السن ليه تأثير على القدرة الجنسية، وهل أدائنا في العشرينات زي التلاتينات زي الأربعينات زي الستينات، ولا كل ما الراجل بيكبر في حاجة بتتغير؟ ده اللي هنجاوب عليه في الحلقة دي من عالم الرجال. الحقيقة ربنا خلق الراجل يفضل قادر جنسيا لغايه قبل ما يموت بدقيقة، ان شاء الله يكون عنده 100 سنة، لكن في حاجتين مهمين بتغيروا مع الراجل مع تقدم السن عايزين نوضحهم، لان دول لما هيتضحوا هيجاوبوا على اسئلة كتير واستفسارات كتير، وهيعالجوا قلق كتير عند رجالة كتير بيفتكر ان عنده حالة مرضية وهو فعليا ما عندوش حالة مرضية وكل اللي حصل له دي حاجة طبيعية مع تقدم السن. ايه الحاجتين دول؟ حاجه اسمها الاكسايتابيلتي بتقل وحاجه اسمها الريفراكتوريبيلتي بتزيد. طب ايه الاكسايتابيلتي؟ هي الاستثارة. الاستثارة بتقل مع تقدم الرجل في السن، بمعنى اخر ان كل ما الرجل تقدم في السن بيحتاج مؤثر اقوى عشان يحصل له انتصاب. فالولد المراهق 16 17 18 سنه لو شاف اي حاجه ممكن يحصل له انتصاب، وممكن يحصل له انتصاب تلقائي كده بدون سبب. في العشرينات ممكن لو شاف مشهد في التلفزيون او على النت ولا حاجه ممكن يحصل له انتصاب. في الثلاثينات لا، محتاج يشوف زوجته قدامه او حاجه عشان يحصل له انتصاب. في الاربعينات محتاج يبقى فيه فيزيكال كونتاكت او تلامس ما بينه وما بين الطرف الاخر عشان يحصل له اتصال. في الخمسينات اسف لازم يكون في لمس للعضو الذكري عشان يحصل اتصال. احنا هنا بنتكلم على الشخص الطبيعي، لكن لكل قاعده شواذ. فبيجي شاب صغير وما عندوش اتصال، وبيجي واحد عنده 70 سنه بيحصل له اتصال تلقائي، لكن احنا بنتكلم على القاعده العامه ان كل ما الراجل كبر كل ما بيحتاج مؤثر اقوى عشان يحصل له اتصال. والنقطه دي لما بتتضح بتريح ناس كتير، ان انا بيجي لي واحد عنده 50 سنه جاي وقاطع كشف وداخل، ايه شكوته؟ يقول لي يا دكتور انا من 20 سنه كنت بخش البيت اشوف زوجتي يحصل لي اتصال، دلوقتي لا، لازم يبقى فيه تلامس بيننا ولازم هي تعمل حاجات معينة عشان يحصل الانتصاب. هو جاي قلقان جدا ومتوتر وفاكر نفسه مريض، فأنا بطمنه وبفهمه ان دي حاجة طبيعية حصلت نتيجة تقدم السن، ما هياش حالة مرضية، زي ما طلع لك شعرتين بيض زي ما طلع لك شوية تجاعيد، دي حاجة مقبولة مع تقدم السن. اللي كان بيحصل وانت 20 سنه او 30 سنه مش هينفع يحصل وانت 50 سنه. مش معنى كده ان انت مريض او ان انت عجزت، كل الحكايه ان انت بقيت محتاج مؤثر اقوى عشان يحصل لك انتصاب. فالنقطه دي لما تتضح في ذهن الرجاله هتريح شريحه كبيره من الرجاله، وكمان هتريح الزوجه، لان ساعات الزوجه بتتوتر وبتقلق، بتحس ان هي ما بقالهاش تاثيرها على زوجها اللي كانت متعوده عليه، وتفتكر افكار غريبه ان هو ممكن يكون هي ما عادتش مثيره بالنسبه له كفايه، مش قادره تفهم ان برضه اللي كان بيحصل من 20 سنه وارد ما يحصلش دلوقتي. يبقى دي النقطه الاولى اللي اتكلمنا عنها، ان الاكسايتابيلتي بتقل مع تقدم السن. الحاجه الثانيه اللي بتتغير مع تقدم السن حاجه اسمها الريفراكتوري بيريد بتزيد، او الليتنت بيريد بتزيد. ايه دي؟ دي المده اللي بتمر ما بين حدوث قصف وحدوث اتصاب جديد، المده دي بتطول مع تقدم السن. فنلاقي الولد المراهق لو حصل قصف ممكن بعد 5 دقايق يحصل انتصاب تاني، في العشرينات ممكن بعد ربع ساعه او نص ساعه، في الثلاثينات محتاج ساعه او ساعتين، في الاربعينات لو تمت علاقه الصبح ما يقدرش يجامع الا بالليل، في الخمسينات مستحيل يعمل علاقه مرتين في اليوم، في الستينات هي مره في الاسبوع. يبقى اذا كل ما تقدم السن كل ما بتحتاج فتره اطول ما بين حدوث قصف وحدوث انتصاب جديد. برضو دي نقطة بتوتر رجالة كتير. بيجي لي راجل عنده 50 سنة قاطع كشف وجاي، ايه يا دكتور انا من 20 سنة كنت بقدر اعمل علاقة واتنين في نفس اليوم ورا بعض، دلوقتي بعد ما بيحصل قصف صعب جدا يحصل انتصاب جديد، وجاي متوتر وقلقان وفاكر نفسه مريض. فبفهمه ان ده شيء طبيعي، برضو زي ما طلع لك شعرتين بيض زي ما طلع لك شوية تجاعيد، ده شيء منطقي، انت من 20 سنة كنت تقدر تطلع 10 ادوار جري، دلوقتي مش هتقدر. ففي حاجات مع تقدم السن طبيعي جدا تحصل، الراجل لما يفهمها هيستريح، وزوجته لما تفهمها هتستريح. فدي مش حاله مرضيه، انت كده مش مريض، انت شخص طبيعي نتيجه تقدم السن حصل النقطتين دول.
برضو هنا بنتكلم على كل قاعدة شواذ. فبيجي لي شاب عنده 20 سنة مش قادر يعمل علاقة أساسا، وبيجي لي واحد عنده 70 سنة بيعمل علاقة واثنين وثلاثة في نفس اليوم. لكن احنا بنتكلم على السواد الأعظم. برضو هنا بنتكلم على شخص طبيعي مش بياخد منشطات، لأن طبيعي لو حد خد فياجرا وأي شيء ممكن يعمل علاقة واثنين في نفس اليوم. احنا بنتكلم على تقدم السن الطبيعي عند الشخص الطبيعي. النقطتين دول لما يتضحوا في ذهن الراجل هيستريح. لكن لازم نبقى متفقين إن مجرد ما حصلت إثارة وحصل انتصاب يجب إن العلاقة تتم للآخر لغاية ما يحصل قصف ويفضل عضو منتصب طول المدة. لكن حدوث ارتخاء أثناء العلاقة أو عدم حدوث انتصاب من الأول هنا يقول لنا لأ إن في مشكلة، ده مش طبيعي مع تقدم السن. يبقى إذن هنا يجب استشارة طبيب. يبقى باستثناء النقطتين اللي اتكلمنا فيهم اللي هم معدل الجماع والاستثارة، اي خلل تاني لا يجب استشارة طبيب. فلو الراجل اثناء العلاقة حصل ارتخاء او من الاول العضو رخو في اي مرحلة عمرية، هنا ده حالة مرضية مش شيء طبيعي. طيب هي واحد يسألني طب يعني مفيش حاجة نقدر نعملها عشان ده ما يحصلش، او ان ادائنا الجنسي يبقى كويس طول الوقت، او اقدر ازود معدل الجماع؟ الحقيقة فيه حاجات كتير تقدر تخليك وانت في الاربعينات تقوم باداء العشرينات، وانت في الخمسينات تقوم باداء الثلاثينات. ايه الحاجات دي؟ اولا ودي اهم حاجه، ممارسه الرياضه. الرياضه من اكتر الحاجات اللي بتحسن الاداء الجنسي وبترفع نسبه الهرمون الذكري وبتحسن الدوره الدمويه. فالرياضه اللي بيواظب عليها فعلا بيحتفظ بادائه الجنسي لاطول وقت ممكن، وبيلاقي نفسه ان هو وهو عنده 50 سنه قادر يقوم بالاداء اللي ممكن يقوم بيه شاب عنده 30 سنه. ايه الحاجات التانية اللي نقدر نعملها او ننصح بيها الشباب والرجال عشان يحافظ على قدراته الجنسيه اطول وقت ممكن؟ الامتناع عن التدخين. في شك ان التدخين من اكتر الحاجات اللي بتاثر على القدره الجنسيه، بس للاسف تاثيرها بيظهر متاخر، وده اللي بيخلي شباب كتير ورجاله كتير يقول لك يا دكتور انا بدخن بقالي 10 سنين وما عنديش مشكله. انت ما عندكش مشكلة دلوقتي، لكن بعد 10 او 20 سنة هتبتدي المشكلة تظهر، وساعتها هيكون العلاج صعب. يبقى الامتناع عن التدخين من الحاجات المهمة اللي هتخليك تحتفظ بقدرتك الجنسية لاطول وقت ممكن. الاكل الغني بالزنك زي الفاكهة والخضار والحاجات الطازة، كل الحاجات دي بترفع نسبة الهرمون الذكري وتحسن الاداء الجنسي. نبعد عن الاكلات اللي ممكن ترفع نسبة الكوليسترول. الكوليسترول لما بيرتفع بيضيق الشريان بتاع العضو الذكري وبيأثر بالسلب على القدرة الجنسية. يبقى إذن تنظيم الأكل والابتعاد عن الأكلات اللي ممكن ترفع نسبة الكوليسترول، ونركز على الأكل الصحي، الخضار الطازة والسلطة والفاكهة، شرب السوائل بكميات كبيرة، كل الحاجات دي هتساعدنا إن احنا نحتفظ بقدرتنا الجنسية لأطول وقت ممكن. الناس اللي عندها أمراض مزمنة، الراجل اللي عنده مرض السكري، مرض السكري من أكتر الأمراض اللي بتأثر على القدرة الجنسية، فيجب إن احنا ما ننتظرش لما تحصل مشكلة. لا، انت من اول ما تتشخص ان انت مريض سكر تبتدي تاخد خطوات انك تحافظ على قدرتك الجنسيه، وتستشير احد اطباء الذكور، وتبتدي تاخد حاجه للاوعيه الدمويه، وتبتدي تاخد حاجه للاعصاب الطرفيه، وتبتدي تاخد حاجه تصلح الانسجه بتاعه العضو الذكري وتحسن الدوره الدمويه بتاعته. ما تستناش لما المشكله بتظهر، لان لما المشكله بتظهر العلاج بيكون صعب. في ادويه كتير بتاثر على القدره الجنسيه نحاول نتجنبها، زي المهدئات ومضادات الاكتئاب وحاجات كتير جدا ممكن يكون الناس بتاخدها بدون وعي ومش قادرة تفهم ان ليها تأثير سلبي على القدرة الجنسية. يبقى دي حاجات كلها نقدر نعملها عشان نحافظ على قدراتنا الجنسية لأطول وقت ممكن. هيتفضل اخر نقطة واهم نقطة. في شك ان الاسترس والشد العصبي من اكتر الحاجات اللي بتأثر على القدرة الجنسية تأثير سلبي. ما في شك ان الشخص كل ما يبعد عن التوتر والقلق كل ما قدراته الجنسية هتبقى كويسة ويقدر يحافظ على قدراته الجنسية أطول وقت ممكن. فالستريسفول لايف أو الحياة المليئة بالتوتر والشد العصبي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على القدرة الجنسية. بننصح الرجالة إن هو يحاول يهدى ويبعد عن أي حاجة بتوتره أو بتقلقه، ولو ما يحس إن في مشكلة ولو بسيطة يبتدي يستشير حد من الأطباء، ما يستناش لما المشكلة تبقى كبيرة. إيه تاني أقدر أعمله كراجل عشان خاطر أحافظ على أدائي الجنسي مع تقدم السن؟ ان انا اتابع مع احد اطباء الذكور. احنا كاطباء ذكورة بنقدر ندي ادوية وفيتامينات ومكملات غذائية تحسن الاداء الجنسي، تزود الرغبة عند الراجل، ترفع نسبة الهرمون الذكري اللي هو بيقل مع تقدم السن، وده بيخلي الراجل اداؤه يتحسن بصورة كبيرة. فمش لازم تكون مريض عشان تزور احد اطباء الذكور، انت ممكن تزور طبيب ذكور عشان تحسن من ادائك، زي ما الراجل ممكن يروح جيم عشان يمارس رياضة عشان يحسن من صحته ومن شكله، زي ما الست ممكن تروح مركز تجميل عشان تحسن من شكلها، انت يجب ان تزور احد اطباء الذكورة عشان خاطر تحسن من ادائك الجنسي. ممكن جدا تكون انت راضي عن ادائك الجنسي، لكن في حاجات تانية احسن انت مش عارفها، وده اللي بنلاحظه مع مرضى كتير بعد ما يجينا وياخد شوية مكملات غذائية وفيتامينات
يجي يقول ايه ده، انا كنت فاكر نفسي كويس لكن طلعت ان انا ما كنتش كويس ولا حاجه، انا ادائي اختلف، الانتصاب بقى اقوى، الرغبه بقت اكتر، بقيت قادر اعمل علاقه اكتر من مره، القصف اتاخر. يبقى اذا في حاجات كتير نقدر نساعدك بيها او العلم يقدر يساعدك بيها من غير ما تضر صحتك وتحافظ على ادائك الجنسي. يبقى اذا ما تستناش لما يبقى في مشكله عشان تبتدي تدور. نصيحه ليك بعد سن الـ40 تبتدي تتابع، تقيس نسبة الهرمون الذكري في الدم، نسبة الكوليسترول، نسبة السكر، تبتدي تمارس رياضة أو تزود من معدل ممارسة الرياضة، تبتدي تاكل أكل صحي وتاخد بالك من أكلك، وتزور أحد أطباء الذكورة، تبتدي تقيم نفسك، تبتدي تاخد حاجات تساعد على القدرة الجنسية. ده هيخليك أدائك وانت في الـ50 والـ60 زي أدائك وانت في الـ20 أو الـ30. انتظروني في حلقة جديدة من عالم الرجال. دمتم بصحة وسلامة.